تربع الوداد على قمة دوري المحترفين المغربي بعد فوزه على شباب أطلس بهدفين دون رد في افتتاح مباريات الجولة الثامنة للمسابقة مساء الجمعة. لاعب الوسط الإيفواري بكاري كوني وضع الفريق الودادي في المقدمة في الدقيقة 21، وأضاف المهاجم الجابوني مالك إيفونا الهدف الثاني بعدها بأربع دقائق، ومنح الأحمر ثلاثة نقاط جديدة وصل بها للنقطة 16 في المركز الأول. على الجانب الآخر، فرط الكوكب المراكشي في التساوي في عدد النقاط مع الوداد عندما سقط في فخ التعادل مع ضيفه شباب الريف الحسيمي بهدف لمثله مساء الأحد. تقدم سفيان البهجة للكوكب في الدقيقة 36، وتمكن نبيل أمغار من تعديل الكفة قبل 5 دقائق على صافرة النهاية ليرتفع رصيد الكوكب إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن أوليمبيك خريبكا الذي أعاد الجيش الملكي لنفق الخسائر عندما تفوق عليه بهدفين لهدف وأجبره على التراجع للمركز 11 ب9 نقاط. وعلى عكس غريمه في الدار البيضاء، تجرع الرجاء مرارة الخسارة أمام مضيفه النادي القنيطري بهدف المدافع الكونغولي روزان فافا على الملعب البلدي في القنيطرة يوم السبت في افتتاح اليوم الثاني لمباريات هذه الجولة، ورفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، فيما تراجع النسر الأخضر للمركز التاسع بعد تجمد رصيده عند النقطة 9. ولحساب نفس الجولة، خسر الدفاع الحسني الجديدي الذي يقوده حسن شحاتة أمام حسنية أغادير بهدف قاتل سجله عبد الحفيظ ليركي قبل نهاية اللقاء ب3 دقائق، وتراجع أبناء المعلم للمركز الثامن برصيد 11 نقطة. في باقي النتائج، فاز أوليمبيك أسفي على الاتحاد الزموري بهدفين لهدف، وسقط المغرب التطواني حامل اللقب وممثل بلاد أطلس في كأس العالم للأندية أمام المغرب الفاسي بهدفين دون رد، وتعادل الفتح الرباطي مع نهضة بركان بهدف في كل شبكة. الجولة الثامنة للبطولة المغربية شهدت تعادلين فقط و6 انتصارات، واستقبلت الشباك خلالها 16 هدفا في 8 مواجهات بمعدل هدفين في اللقاء الواحد. أخيرا وفي صراع الهدافين، تساوى الجابوني مالك إيفونا في المركز الثاني مع الثلاثي عبد المولى الهردومي من المغرب التطواني وبديع أوق مع حسنية أغادير ورضا هجهوج من الوداد بأربعة أهداف لكل لاعب، وبقي البرازيلي لويس جيفرسون مهاجم الكوكب المراكشي في الصدارة ب6 أهداف.